تبعت جميع ساعد علام رفع اللهم يا رب صل وسلم عليه وعلى آله وذريته ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن لشهدائنا رحمة لهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونقنا ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، واجعل اللهم قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا يجعلوا حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين.